اني جيت. السلام عليكم خاوتي واخواتاتي، واش راكم؟ اميريك لا، ورجعت لكم بفيديو جديد، فكره جديده. اليوم مقطعنا خرافي جدا، راح نجرب كثير سكنات جديده نزلت في لعبه فري فاير ولسه ما نزلت في السيرفر. يعني هي نزلت عندي انا في الحساب، بعثت لي اياها الشركه، لكن لسه ما نزلت عند كل الناس. اوكي اساطير، اليوم جبت لكم تطبيق لربح جواهر فري فاير بشكل مجاني، اسمه تطبيق الهدف. راح تنزل تحت لي صندوق الوصف، راح تلقى رابط تطبيق الهدف، راح تدخل عليه، راح ياخذك الى هذا المكان. لما تدخل لهذا المكان لازم تنزل تحت 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 حتى تلقى كلمه للتحميل، اضغط هنا. راح تضغط هنا وراح ياخذك الى تطبيق الجوجل بلاي مشان تحمل تطبيق الهدف الاصلي. والحين راح افرجيكم كيف راح تستخدموا التطبيق وتربحوا منه جواهر مجانيه. اول ما تدخل للتطبيق راح يصير يعطيك اسئله، وانت لازم تجاوب الجواب الصحيح مشان تربح النقاط. كل ما تجاوب على اكبر عدد ممكن من الاسئله بشكل صحيح راح تحصل على اكبر عدد ممكن من النقاط. طبعا يا اساطير، لما تجمعوا النقاط لازم تروح الى خانة حسابي، بيطلعوا معك النقاط هون وتسحبهم جواهر فري فاير. وكمان فيك انك تروح الى خانة المهمات وتكمل عروض تعطيك عدد كبير من النقاط. طبعا البرنامج جدا اسطوري، راح تلقوا رابط البرنامج في صندوق الوصف. المهم يا اساطير، لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناة، واهم شيء حطوا لايك للمقطع يا اساطير، لازم نوصل المقطع ل 15000 لايك باسرع وقت. خليكم مع المقطع، ليست جو. مثل ما انتم شايفين انا الان جبت سكن حزمة جاستن بيبر. طبعا يا اساطير في شخصية راح تنزل في اللعبة قريبا، يعني راح تنزل بشكل مجاني كمان، اسم الشخصية هو جاستن بيبر، يعني مغني مشهور. شوفوا الشركة بعثت لي الحزمة تبع جاستن بيبر، طبعا انا فتحتها ولبستها. مثل ما انتم شايفين هي اول حزمة راح نجربها. كمان يا اساطير راح افرجيكم يعني الاشياء الجديدة اللي رشدت لي اياها الشركة، حتى تشوفوها مع بعض، راح نقيمها مع بعض يا شباب واقول لكم شو السكنات الاسطورية. الشركة رسلت لي هذا السكن، سكن حزمة مقاتل الظلام ولا ما ادري وش اسمه، وحزمة مقاتلة الظلام، يعني اثنين. اوكي هاد السكنات بدل راح ينزلوا بحدث على ما اظن، حدث خارجي. كمان يا اساطير الشركة بعثت لي هاد السكنات تبع الولد والبنت، سكن البنت اسطوري جدا 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 يا اساطير، هذا من احسن السكنات تبع البنات اللي شفتها في فري فاير في هذا العام. اوكي من الاخر، سكن الولد كمان اسطوري يعني، بس مو اسطوري مثل البنت. هذه هي المفاجأة. قبل المفاجأة شوفوا هاد السكن كمان رسلت لي الشركة، حزمة الدراج العنيف. اوكي جاكيت اسطوري جدا يا شباب، هاد السكن راح نجربه. هاد السكن ما راح نجربه، هاد اثنين سكنات ما راح نجربهم، راح نجرب هاد السكن كان جاستن بيبر، وهاد السكن تبع البنت يا شباب. كمان شوفوا هاد السكن الاسطوري، حزمة المريول الازرق. نعم يا صديقي، انه ليست مساحا عاديا، هذه هي حزمة المريول. راح ما راح نجربها لانه انا عجبتني حزمة المريول الاخضر اكثر. اوكي خصوصا انه اللون الاخضر هو لون التمساح. طبعا يا اساطير انتم تعرفوا انه انا احب اللون الاخضر، وهذه الحزمه ملاحظ انه هي اسطوريه جدا، وكمان اسمها حزمه المريول فقط. وراح نجرب سكن جاستن بيبر كلياتهم يا اساطير، راح نجربهم في الذئب الوحيد. شوفوا شكلهم كيف، وشوفوا شكله كيف يتحرك وكذا، انتم تعرفوا، ولازم كلياتهم نفوز بهم. يلا ليتس جو. هلا راح نجرب سكن يعني تبع شخصية جاستن بيبر، صراحة هو سكن اسطوري شباب. السكن ملاحظ فيه انه يشبه يعني السكن الجاز، كأنه سكن الجاز لكن ضخم. هذا الغبي قاعد يسيم، اريني مهاراتك يا صديقي. خرج للزون الغبي شباب، قاعد يعطيني الجيم، راح العب له لعبة. يلا ليتس جو. قوي كرة ضعيف يا صديقي، يلا العب عادي يا غبي. شباب هذا قاعد يسيمني، بظن لما شاف البانر اكيد. لا تيم، العب العب عادي. انك غبي، كومون يا صديقي. اوه شباب ضربت وان شوت، من حسبت انت ميت لا حاله. لقد مات بالاصفر. لا قد مات شباب، ضربته احمر بس ما انحسبت الهيت شوت، ما ادري. هذا هو السكن الثاني اللي راح نجربه، سكن الدراج. انا بصراحه عجبني. طبعا شباب انا بدي اجرب السكنات بس الاسطوريه، فهمتوني كيف؟ اسطوريه جدا. مثل ما انتم شايفين شوفوا شكله كيف صار، شوفوا شكل الساكورا كيف صار يا شباب. اوكي اساطير مثل ما انتم شايفين هذا هو شكل السكن. طبعا راح اجرب انا كل ثلاث سكنات يعني كامله، وانتم اكتبوا لي في التعليقات كن يعني اللي عجبكم اكثر، السكن الاول ولا الثاني ولا الثالث، ولا اكتبوا لي اسم السكن. ليتس جو يا حبيبي، الان فلنجرب السكن الاصفر هجوم.
حان وقت الانتقام بالديجل. تفطر الان من هو اسطورة العالم. صراحة يا شباب السكن الاصفر كمان يعني يعتبر سكن اسطوري، انا عجبني بصراحة خصوصا الجاكيط اللي فيه. نجربه على الرقصة. بصراحة يا شباب السكن اسطوري، بس لو تحط عليه سروال اخر راح يكون احسن. اوكي وان داون. يلا ليتس جو يا شباب، راح نقتله للمرة الثانية. اخرج وبان عليك الامان، انت في الالمان. لقد مات بكل سهولة. واحدة بواحدة والبادئ اظلم. كفو يا اسطورة. اعطاني وان شوت. يلا لا مو البربر شباب، راح لا يلا اجلد بالبربر احسن. قاعد متردد. سوف اضطر ماذا سافعل بك باللون الاصفر اليوم، رغم من انه البربر مش اصفر لكن اتس اوكي. والله شباب شكله مو بربر كبير، هاد المره اعطيه فرصه حتى يبربر لي. 51. يو انه الصحراوي اسطورة العالم. لا فزت، مفروض اوصل الخمسة حتى افوز في اربعة. اوكي لقد انسحب من المباراة. طبعا يا اساطير باقي اهم سكن يعني بدي اجربه انا بصراحة، هو سكن المريول يا حبيبي. وين سكن المريول؟ راح نفتحه ونخلي بس الرأس تبع الساكورا، حتى يعني الخوذة تبع الرأس تبعه اسطورية. اوكي يعني الناس اللي ما عندهم الساكورا انصحكم تلبسوه كامل، راح يكون شكله اسطوري، ولا تغيروا السروال بس. يلا تسوي. بصراحة يا شباب سكن خرافي ويستحق التجربة. يلا ليتس جو فنجربه. اوكي شباب البداية سوف تكون بالديجل مثل العادة. ليتس جو. صراحة يا شباب هذا من احسن السكنات اللي عجبتني يعني في مقطع اليوم، خصوصا شباب لما سووا لونه اخضر، يعني حتى الازرق لونه اسطوري بس انا احب اللون الاخضر. والله يا شباب عنده مغناطيس مع جسمي. سوف ترى الان من هو ملك الاصفر. قاعد يلعب لي اصفر. اتس اوكي سوف العب لك اصفر. هاها لن العب لك اصفر، ساجلدك بالاحمر. طبعا يا اساطير السكنات هذه تبع المليون ما ادري وين راح ينزلوها، لكن احتمال كبير راح تنزل يعني في حدث لوحدها. انا كنت متوقع انه راح تكون سكنات الحاضنه، لكن ما طلعت سكنات الحاضنه. اوكي كمان يا صديقي. والله يا شباب قاعد يجلدني بالاصفر بمعنى الكلمه. هيا ايها الصحراوي ارينا مهاراتك. شباب قاعد يجلد، والله قاعد يجلد بالاصفر بشكل غير طبيعي. هاهاها انه الصحراوي الشرير. ليتس جو، هاد المره راح نفعلها بالاسي 80. وان شوتات مبعثره. واحد اثنان ثلاثة زبطت. يلا ليتس جو مرة أخرى فلنفعلها. أربعة مقابل اثنان. شباب بما أنه اشترى الديجل والبربر راح نروح لعنده. باي باي. المريول يفعلها في النهاية، المريول الأسطوري. والله يا شباب عندي فضول اكمل اجرب كل السكنات يا اخي. ليتس جو شباب فنو كمل بعض السكنات. ليتس جو شباب الحين راح نجرب السكن هذا اللي قلت لكم، يعني لاحظت انه نص بنص يعني شكله مو اسطوري كثير. راح اغير السروال. اوكي بس راح اغير السروال، راح اخذ السكن واشيل الراس اسوي له تزويد. لا راح اخليه كامل يا شباب، راح اخلي السكن كامل مره، اغير السروال واخلي راس الساكورا. ليتس جو فنجرب هذا السكن ايضا. شباب عجبني السكن بصراحة، يعني ما كنتش متوقع راح يكون شكله هيك. لا تتيمني لا تتيمني لا تتيمني لأنني أريد قتلك. لقد مجت، قلت لك لا تتيمني. شباب السكن شكله أسطوري بصراحة، يعني ما كنت متوقع راح يكون شكله هيك. شكله جاي يا شباب مو ضخم أبدا، أنا كنت متوقع راح يكون شكله ضخم لهيك قلت لكم شكله مو أسطوري، بس يعني من ناحية البساطة تبع السكن يعني شكله أسطوري بصراحة. يا ريت يعني هاد السكنات الأسطورية تصير نادرة، والله عندنا زمان ما شفنا سكن نادر في فري فاير. لازم يا شباب لازم عام ولا عامين ما يرجعوا السكن حتى يصير نادر، لازم أكثر من عام. لقد مات. 2-0 لا تكتب بهذا السكن، لازم حتى هذا السكن يفوز. والله يا شباب قاعد يلعب بجد.
الصحراوي يفوز في حرب الأصفر. سأريكم من هو الصحراوي أسطورة العالم. قاعد شباب قاعد يمزح قاعد يستفزني. اوكي راح تشوف وش اسوي. ربي سلاح وان شوت سلاح وان شوت سلاح وان شوت سلاح وان شوت بر راح يبربرني. جود كان راح يشد قلبني. اسباس ما راح يسباسني. ليتس جو. شباب شباب قاعد يلعب بطريقه مستفزه والله قاعد يلعب بطريقه مستفزه. راح تشوف وش اسوي. راح تشوف. اوكي لا لاق مات. انه الصحراوي يا صديقي لا يمكنك هزيمته بسهوله. اساطير كل التسكنات راح تنزل اكيد في سيرفرنا واللي قدرتوا تحصلوا عليه راح تحصلوا عليه ما قدرتوا تحصلوا عليه راح تحصلوا عليه مره ثانيه ايزي. المهم يا اساطير لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناه ونشوفكم بالمقطع القادم. انا راح